السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سالم علي الضبيب. اليوم موضوع المحاضرة باسم Basic Infection Control. راح نتطرق في هذه المحاضرة على موضوعين مهمين، وهو Standard Precaution و Transmission Based Precaution. Standard Precaution هي في المجمل هي معايير احترازية يتم اتخاذها مع جميع المرضى الذين يدخلون المنشأة الصحية، بينما Based Precaution تكون على المعايير اللي يتم التعامل معها بخصوص هذا المرض. مثل ما تكلمنا ان شاء الله راح نتكلم عن الستاندرد بريكوشن. في البدايه راح ناخذ الديفينيشن والتعريف الخاص فيه، ثم نبدا نتطرق في المعايير الخاصه في الستاندرد بريكوشن مثل الهاند هيجين، البي بي اي والى اخره. في اغلب المراجع العلميه راح ناخذ او راح يكون عندهم اكثر من معيار، لكن جمعنا لكم في هذه المحاضرة جميع المعايير باختلاف المراجع. تعريف الستاندرد بريكوشن هو Standard Precaution are the minimum infection prevention practices that apply to all patient care regardless of suspected or confirmed infectious status of the patient in any setting where healthcare is delivered. زي ما قلنا احنا في بداية المحاضرة، الستاندرد بريكوشن هي المعايير التي يتم اتخاذها مع المرضى بخلاف المرضى اللي عندهم سواء كان suspected او confirmed. احنا نبدا ناخذ الاحتياطات الاقل عندنا والمينيمم عندنا في التعامل لهذا المريض. بعدها اذا بعد ما نكون عندنا suspected للمرض او confirmed لهذا المرض، زي ما قلنا نبدا ناخذ الخطوه الثانيه واللي هي isolation based precaution. نبدا في اول معايير الستاندرد بريكوشن، وهو من اهم المعايير في الستاندرد بريكوشن، وليس فقط في الستاندرد بريكوشن بل هو من اهم المعايير في مكافحه العدوى بشكل عام، الجولدن رول، والمعيار اللي يتم اتخاذه في جميع الحالات في المنشاه الصحيه. الهاند هيجين is a major component of standard precaution and one of the most effective methods زي ما قلنا to prevent transmission of pathogen associated with the healthcare worker. طيب وش تعريف الهاند هيجين؟ is the term for hand washing with soap and water or disinfection. هو يستخدم الهاند واش باستخدام الصابون والماء او باستخدام المعقم او باستخدام الهاند او الديسنفكشن باستخدام الكحول الحاضر ماتيريال. مثل ما لاحظنا في السلايد اللي قبله واللي هو يتكلم عن تعريف الهاند هيجين، اتضح من خلال هذا التعريف ان عندنا نوعين يستخدمون في الستاندرد بريكوشن، وهو الهاند روب والهاند واش. لكل واحده منهم اليه وبروتوكول يتم استخدامه فيها. هذه الآلية يفضل استخدامها بشكل متسلسل كما هو موجود في الصور التي أمامكم، بحيث أنها تبدأ تدخل أو تبدأ يكون العقل الباطن لنا في يعملها بدون ما ننتبه، ونمشي على التسلسل الخطوات حقتها. في الهاند هيجين في الهاند رب يكون مدتها بتكون من 20 الى 30، بينما في الهاند واش تكون مدتها من 40 الى 60 ثانيه. الهاند هيجين بشكل عام يفضل استخدام الهاند رب باستثناء بعض الاجراءات اللي تكون يلزم لنا استخدام الهاند واش، مثلا ان نتعامل مع السبور مثل السيدف. الآن بعد ما عرفنا احنا انواع الهاند هيجين، نحتاج نعرف متى يتم استخدام نظافة اليدين. في حال تعاملنا مع المرضى يتم استخدامها في خمس لحظات او 5 indication او 5 moment. هي ثنتين تكون before touch patient before اي تعامل مع المريض، وثلاثه بعد اي تعامل مع المريض. ال 5 moment هي الاولى بتكون before touching the patient، الثانيه تكون before aseptic procedure،
والثالثة تكون before آسف والثالثة تكون after a procedure of aseptic after أي procedure يكون فيه exposure to body fluid or blood. النوع الرابع أو اللحظة الرابعة هي تكون after touching a patient, والنوع الخامس وهو يكون جزء من أي تعامل نستخدمه هو after touching a patient surrounded. فمعناها يكون في حال تم استخدام أي نوع من النوع أو تم التعامل مع الوريد في أي نوع من المومنت الثالث أو الرابع بيكون حنا في الغالب تعاملنا مع النوع الخامس. بعد الانتهاء من الهاند هيجين نبدأ في النوع الثاني من الستاندرد بروكوشن وهو البيرسون بروتكتيف إكويبمنت. البيرسون بروتكتيف إكويبمنت بشكل عام تحمل كثير من الإكويبمنت, لكن التي يتم التعامل فيها في الستاندرد بروكوشن هي أربع أنواع. النوع الأول وهو الجلوفز ويكون الدايركت كونتاكت أو يتم استخدامه في حال كان عندنا direct contact with the patient secretion or extraction or touching a contaminated item or surface. بشكل عام في حال أي تعامل مع body fluid للمريض أو الأماكن الملوثة من environment أو tools. في النوع الثاني وهو الجاون أو الأبرون, الغاية منه والحماية الأساسية منه هو protect the uniform or clothing of healthcare worker from contamination. فمعنى أن الغاية منه أو الحاجة لاستخدامه هو لحماية الملابس الممارس الصحي. النوع الثالث وهو في الحقيقة أنه يتم دمج في بعض الحالات دمج الحالتين وهو الفيس شيلد والماسك, ويتم استخدامها في معنى الفيس بروتكشن. النوع الأول وهو الماسك وهو يتم استخدامه في السبلاشينج أو سبراي of a patient blood or potential contaminated body fluid. يتم في الماسك حماية الأنف والفم من body fluid من secretion or extraction. والنوع الأخير وهو الفيس شيلد وهو يتم تغطية الوجه فيه, ويستخدم أيضا للexposure to blood or body fluid secretion and extraction. مع الماسك زي ما قلنا احنا يتم استخدامه ويتم التعريف به بانه الفيس بروتكشن. والان احنا في النوع الثالث من الستاندرد بريكوشن وهو الريسبيراتوري هيجين او والكف اتوكيت. في الحقيقه عندنا احنا يتم اصطلاحها في اداب العطاس, فبالتالي في الغالب هي يتم استخدامها كآداب لدينا, وإن شاء الله تكون يعني الناس يكونون حريصين عليها. لكن بشكل عام آداب العطاس وآداب الكافي تيكيت تكون عندنا بحيث أنه في حال وجود العطاس أو في حال وجود الكف يتم تغطية الفم يا باستخدام المناديل أو أي نوع من أنواع التغطية بالفواط أو أي نوع من الأنواع, أو في حال عدم توفر تيشو أو أي شيء آخر يتم تغطيته في باطن تغطية الفم والأنف في باطن الإلبو. بعد ذلك إذا كان المنديل يتم وضعه في سلة النفايات. النوع الرابع وهو needle stick injury أو prevention of needle stick injury from other sharp instrument. في الحقيقة needle stick injury can be avoided by eliminating the unnecessary use of needles أو باستخدام the use device with the safety feature and promoting education and safe work for safe work practice for handling needles and related system. بشكل عام أفضل آلية أو أفضل طريقة لمنع حدوث needle stick injury هي في هذه الثلاث خطوات التي تم ذكرها. أول شيء في حال عدم الحاجة إلى استخدام أو في طرق أخرى طرق أخرى غير استخدام النيزل, فالأفضل أنها يتم استخدامها. في حال الحاجة في استخدام هذه النيدل ويوجد عندنا أجهزة ذكية بحيث أنها يتم يكون فيها safety future تكون هي المفضلة. وآخر شيء
وهي عن طريق التدريب والتعليم عن الطريقة المثلى والبراكتيك الأفضل ولحمايتنا من نيدل ستيك انجري. لكن بشكل عام يوجد بعض النصائح ويوجد بعض المعلومات لتجنب هذه الحوادث، وهي وأهمها هي the person who generate the sharp is responsible for its safe disposable. وهذا بشكل منطقي، حيث أن الشخص اللي هو عمل الإجراء التي يستخدم فيها sharp instrument هو المسؤول عن التخلص منها، بحيث أنها لأن أحد أهم الأسباب في حدوث هذه الشارب إنجري هي في الغالب الإيصال الشارب من شخص إلى شخص. النوع الثاني أو الملاحظة الثانية التي تأتي من النوع الملاحظة الأولى وهي never pass by hand between healthcare worker. في أسوأ الأحوال في حال الحاجة للإيصال أو توصيل أو وضع أو إعطاء الممارس الصحي الآخر هذا الشارب، يفضل أنها بتكون بطريقة عدم الإعطاء من يد إلى يد، بحيث أنها مثلاً توضع على الطاولة والممارس الآخر يأخذها منها. النقطة الثالثة هي never recap used needle unless an approved recapping device is used. وهناك في بعض الآليات تستخدم آلية معتمدة للريكابينج ديفايس. النقطة الثالثة وهي never bend or break hand needles. والنقطة الرابعة هي dispose of the sharp immediately following its use and at the point of the user using. يتم التخلص من الشارب instrument مباشرة بعد الانتهاء من استخدامها. dispose of all sharp designated puncture resistant container، وهي وضعها في المكان المناسب وتحت المواصفات للشارب اللي هي تكون للشارب كونتينر، بحيث انها تكون البنكشر ريزيستنس تمنع تسرب السوائل منها وهكذا. النقطة الثالثة وهي ايضا من النقاط اللي تحمي ممارس الصحة انه ما يتعرض لهذه الشارب، بحيث انه في حال تعبئة الكونتينر للشارب يتم أخذها. متى يتم أخذها؟ هي في حال تعبئتها 2/3 أو 3/4 الكونتينر يتم إغلاقها ويتم وضع تحديدها بمكانها والليبل حق المعلومات حق المنطقة. مثل ما ذكرنا في السلايد اللي قبله عن الأسباب أو الآليات لمنع حدوث النيدل ستيك، فهي في الغالب هي الأسباب اللي تسبب النيدل ستيك في عدم الالتزام لها. فمثلا قلنا إن never passing the sharp، علشان كذا فالباسنج شارب between the healthcare worker هو من ال common cause of injury attributed to improper work practice. أيضا النقطة الثالثة اللي هو transfer sharp to a different location، والنقطة الرابعة اللي هي recapping، والنقطة الخامسة وهي أغلبها تكون في إن الشارب instrument هي في الغالب إنها one use، بالتالي وضعها كثير من الأحيان في أو نقلها للCSST بيكون أحد المسببات اللي ممكن تسبب النيدل ستيك إنجري، بحيث أن الممارس الصحي يكون ما هو متوقع وجود أي شارب في الكونتينر اللي تجي. آخر ملاحظة هو most needle stick injury occur in a patient ward, operation room and recovery and during injection and storing and with hollow bore needles. بشكل عام وهو المنطقي في هذا الحدوث، بحيث أن أغلب أماكن أو أغلب الحوادث للنيدل ستيك إنجري هي في الأماكن اللي يكون في الغالب استخدام النيدل أو يستخدم الشارب أوبجكتيف مثل البيشن بورد أو الأوبريشن روم. والآن مع خامس أنواع الستاندر بريكوشن وهو الانفيرمنتال كلينينج. الانفيرمنتال كلينينج هو في تعريفه هو ريفير تو ذا ريموفال أوف visible soil and organic contamination، هو آلية أو طريقة لإزالة المواد العضوية أو
الغبار والأتربة من contamination of from device أو environmental surface عن طريق استخدام using the physical action of scrubbing with the surface or detergent and water. هذه الآلية هي تكون المسؤولة عن إزالة أكبر عدد ممكن من الميكرو أورجانيزم. طيب الميكرو أورجانيزم الباقية التي لم تزل اللي تكون صعب إزالتها في الكلينينج يتم استخدام الديسنفكشن فيها، لكن يجب الانتباه أن الآلية الأولى والاستخدام الأول يجب يكون الكلينينج ثم يتم الديسنفكشن، لأن في بعض الأحيان الديسنفكشن أو المواد التي تستخدم في التعقيم تتأثر في وجود مواد أخرى أو تضعف عملها. طيب كيف نتحقق ونتأكد من عمل الكلينينج بشكل صحيح وبآلية صحيحة في أوقاتها الصحيحة؟ أفضل طريقة وأفضل التوصيات لهذا العمل إنه establish policy and procedure for routine cleaning and disinfection of environmental surface. وجود السياسات والبروسيجر راح تساعد على تطبيق هذه العملية. أيضا التركيز، وهذه أحد النقاط اللي تكون في البوليسي أيضا، التركيز على focus on the on those surface in the patient zone and surface that are frequently touched. تلقاها أيضا في أنواع في الأوراق اللي تكون للcleaning روتين الكلينينج تلقاها موجودة ومحددة الأشياء اللي تكون frequently touched. النقطة الثالثة وأحد النقاط المهمة أيضا هو يتم استخدام approved MOH disinfected or detergent disinfection with a label claim for use in health care. يتم استخدام المواد التي تستخدم في التنظيف أو في التعقيم بتكون معتمدة من قبل وزارة الصحة ويكون إنها تستخدم للغرض الهيلث في الغرض أو تستخدم في الهيلث كير. آخر نقطة وهي نقطة أيضا مهمة في هي استخدام التعليمات والتوصيات التي تكون من الشركة المصنعة لاستخدامها. هذه الشركة هي أصلا تكون محددة المواد ومحددة الديليوشن والكونتاكت تايم والسيف يوز وأيضا الديسبوزبل في حال المدة أخذت مدة طويلة في استخدامها. علشان كذا استخدام أو الالتزام في هذه الأربع توصيات هي من الآليات اللي راح تساعدنا في الحفاظ على الانفايرمنت كلينينج. وصلنا إلى النقطة السادسة من أنواع الستاندرد بروكوشن وهي التعامل مع اللينز أو المفارش. مقصدنا في هذه المفارش هي المفارش التي وضعت في أو في البيشنت زون وليست المقصودة في التعامل معها في حال وجودها في المغاسل. أحد النقاط المهمة عندنا في التعامل مع اللينن هي وضع اللينن في الابروبريت باك في منطقة التوليد أو في المنطقة البوينت أوف جينيريشن. النقطة الثانية اللينن اللي تكون heavy soiled with the body fluid أو substance تكون أو body fluid هي يتم وضعها في في كيس محكم الإغلاق أو في باك محكم الإغلاق ويتم نقله بطريقة آمنة إلى المغسلة بحيث يتجنب أو نحاول أن نتجنب any spill or drip of blood أو body fluid. النقطة الثالثة هي handle all linen with the minimum agitation to avoid isolation of pathogenic microorganism. نتعامل مع اللينن بحيث أننا نتجنب تحريض أو نشر المواد الموجودة في اللينن من الباثوجينيك أو البادي فلويد أو بادي سبستانس في مكان البيشنت زون. النقطة الأخيرة وهي الكونتامينيتد لينن should not be sorted or pre-rinsed in the patient care area وهي المفروض أنها يتم استخدام أو يتم السورت والبري رينز في الأماكن المخصصة لها. والآن في الويست ديسبوزبل يتم التعامل مع each infection medical waste generate will segregate
infectious from non-infectious waste at the generation site. احنا نتعامل او يتم فرز او الممارس الصحي المولد لهذه الـ waste disposable او المستخدم لهذه النقاط كمريض ممرض مثلا مع تعامل مع المريض. بعد التعامل معه هو المفروض يكون عارف بحيث انه هل هذه الـ waste هل هي تعتبر non-infectious او تعتبر infectious، وبالتالي يتم التعامل فيها عن بناء على هذه النقطة. لكن بشكل عام عندنا ثلاث أنواع أو نقدر نقول أربع أنواع من infectious أو من waste disposable. النوع الأول وهي اللي تكون infectious waste، وهذه يتم وضعها في اليالو بلاستيك باج وتكون عليها علامة الهزارد ميديكال waste، يفضل أنها تكون باللغة العربية واللغة الإنجليزية عشان الشخص ينتبه لهذه النقطة مع البيوهازارد لوجو. النوع الثاني وهو الشارب ويست، وهو اللي تكلمنا فيه في بشكل عام أو بشكل مبسط في النيدل ستيك إنجري. أيضا يكون عندنا الشارب ويست يحتاج أنه يكون will be disposed in yellow thick leak proof puncture proof container. فمعناه اللي يختلف عن اليلو بلاستيك هو البنكشر بروف، لأن نحتاج إنه نتأكد من الشارب كونتينر تكون قادرة على تحمل الشارب إنسترومنت. ويتم نفس الملاحظات اللي تكون على الانفكشوست باك تكون موجودة على الشارب كونتينر. النقطة الثالثة هي البادي بارت اند أورجانيزم and organs يتم وضعها على في الريد بلاستيك باك، ويتم وضعها في البايو هازارد فريز وفي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، نفس الملاحظات اللي تكون موجودة في الانفكشوس ويت والشارب ويت. لكن التخلص عنها يكون او التخلص منها يكون عن طريق القانون الإسلامي والإسلاميك لو. عندنا بعض النقاط الأخرى اللي هي تكون مخصصة في infectious waste، وهي highly infectious waste مثل microbial culture virus TB وهكذا. هذه راح تكون تحتاج يتم عمل أو يتم إجراء عملية أخرى قبل وضعها في البلاستيك أو في اليالو باك، وهي العملية الأوتوكليف للقضاء أو على الكلتشر وعلى الفيروس بشكل آمن. بعدها يتم التخلص منها في عن طريق الشركة أو عن طريق الجهة المختصة في هذا النقاط. احنا قلنا انها هي ثلاث انواع، اربع انواع للأسف اعتذر. النوع الرابع هو اللي هو يعتبر non-infectious waste، وهو يوضع في البلاك باك. في البيشن كير كومنت، المواد او الكومنت اللي تكون عند المريض هي تنقسم الى نوعين، يا هي ريوزبل او السنجل يوز. بالنسبه الى السنجل يوز هي يتم وضعها او يتم وضع علامه من الشركه المصنعه بان هذه الديفايس يتم استخدامها المره واحده ثم يتم التخلص منها. الريوزبل هي مواد يتم التعامل فيها ويتم تعقيمها بشكل دوري او تطهيرها، يا سواء عن طريق قسم التعقيم او عن طريق disinfection في البيشنت او في مكان توليد هذه الاكوبمنت. طيب حنا كيف نعرف متى يتم ارسالها للسي اس اس دي او متى يتم عمل الهاي ليفل ديسانفكشن او اللو ديسانفكشن في المكان؟ هي يتم استخدامها عن طريق ما يسمى السباولن كلاسيفيكيشن، وهي اليه تراديشنال تم عملها لتحديد هذه النقاط. تنقسم السباولن كلاسيفيكيشن الى ثلاث انواع. النوع الأول وهو الكريتيكال آيتم. كيف نعرف حنا وش الكريتيكال آيتم؟ هي الأني أوبجكتيف راح يتم دخوله للسترايل تيشو مثل الفيسكولار سيستم أو دخوله للأعضاء. هذه المواد أو هذه الإكوبمنت يتم تعاملها أو يتم إرسالها أو يتم عمل السترايل عليها
عن طريق إرسالها إلى عن طريق إرسالها إلى CSSD. النوع الثاني وهو Semi Critical Item، هذه Objective راح راح تدخل إلى منطقة الميوكس ممبرين مثل الأنف أو أي جزء يكون فيه الميوكس ممبرين، مثل ما هو عندنا في الأمثلة اللي هو الإندوسكوب، هذا يتم عمل عليهم الهاي ليفل ديسنفكشن. النقطة الثالثة أو والأخيرة من سبول كلاسيفيكيشن هي النون كريتيكال آيتم، وهذه كونتاكت وذ انتاكت سكين مثل اللي يتم استخدامها في البلاد بريشر كاف، هذا يتم عمل عليها اللو ليفل ديسنفكشن. هنا انتهينا من الستاندرد بريكوشن التي يتم عملها للمرضى. بعدها بعد ما عرفنا ما هي الستاندرد بريكوشن وما هي المعايير حقتها، نبدأ في استخدام أو نبدأ في تطبيق ما يسمى الايزوليشن بيست بريكوشن. يتبادر لذهننا في بعض الأحيان ما هو الفرق ما بين الستاندرد بريكوشن والترانسميشن بيست بريكوشن. الستاندرد بريكوشن هو الخطوة الأولى للتعامل مع أي مريض، بينما الترانسميشن بيست بريكوشن هو التعامل المختص أو الإجراءات المختصة التي تتعامل للمرض الذي يكون فيها المريض. مثلا إذا كان المريض محتمل ظهور العدوى عليه في التي بي أو التأكد من أنه مصاب في التي بي، نبدأ في استخدام الإجراء اللي يتعامل مع هذا المرض أو مع الروت المختص لهذا المرض، وهو أنه ينتقل عن طريق الهواء. فنبدأ نستخدم الإجراءات المختصة لمنع انتقال العدوى عن طريق الهواء وهكذا. راح إن شاء الله نتطرق إلى هذه الثلاث أنواع في باقي المحاضرة. أحد النقاط اللي موجودة في برنامج مكافحة العدوى أو أحد الأجزاء اللي موجودة في Comprehensive Infection Prevention Program هو شيء يسمى Isolation Precaution. Isolation Precaution هو نوعين ينقسم أو يتضمن نوعين، وهو النوع الأول واللي تطرقنا عليه وهو Standard Precaution، ثم النوع الثاني والستاندرد بريكوشن زي ما قلنا انه يتم استخدامه او يتم تطبيقه على جميع المرضى اللي يجون، بينما الترانسميشن بيست بريكوشن تكون مخصصه للنوع المرض اللي هو يكون مشتبه فيه او مؤكد اصابته في هذا المرض. الترانسميشن بيست بريكوشن هي تم تصميمها ووضعها عن طريق تحديد آلية أو طريق نقل هذا المرض، وتم وضع طرق نقل المرض إلى ثلاث أنواع، هي الإيربورن أو ما يسمى بالأمراض التي تنتقل عن طريق الهواء أو الدروبلت أو الرذاذ، والنقطة الثالثة اللي هي كونتاكت بريكوشن. فحنا عندنا ثلاث أنواع من البريكوشن بناء على الروت أو ترانسميشن. طيب حنا نبدأ أو كممارس صحي أو كشخص يتعامل مع المرضى، أبدأ استخدام الترانسميشن بيست بريكوشن بناء على المرض أو الاشتباه على المرض اللي راح يصاب أو المصاب فيه المرض، أبدأ في تطبيق هذه الاحتياطات. فبالتالي عندنا Infection Control System in Healthcare Facility هي تبدأ عن طريق ما يسمى الستاندرد بريكوشن، واللي هي يتم تعاملها مع جميع المرضى، ثم بعد ما يتم تشخيص المريض بشكل مؤكد أو بشكل مشتبه فيه، نبدأ نتعامل مع المريض بناء على Transmission Based Precaution. فالخطوة الأولى هي الستاندرد بريكوشن، بعدها نبدأ في تطبيق Transmission Based Precaution. نبدأ في أول أنواع Transmission Based Precaution وهو Contact Precaution. Contact precautions are used for disease transmitted by contact. زي ما قلنا هي تم وضعها بناء على الروت اوف ترانسميشن،
والروت اوف ترانسميشن للكونتاكت هو عن طريق الكونتاكت ترانسميشن او عن طريق الملامسه الكونتاكت للانفايرمنت او البيشنت انفايرمنت اسف البيشنت او البيشنت انفايرمنت. الديزيز كوزد باي اورجانيزم that have been demonstrated to cause heavy environment contamination. وفي الغالب هذه الأمراض التي يتم التعامل فيها في الكونتاكت بريكوشن هي أغلب ما تكون هي مالتي دراجز ريزيستنس مثل الـ VRA, MRSA, RSV. وهذه أنواع يتم أو هذه الأمراض يتم استخدام الستاندر أو الكونتاكت بريكوشن معها. مثل ما قلنا هي أمراض تنتقل عن طريق الكونتاكت، فالمشكلة إن هذه الأمراض أو هذه الميكروبات هي لا تظهر في العين المجردة، فبالتالي من الممكن أشياء المفروض ما يوصلها هذا المرض هي تدخل أو هي تكون هي السبب لنقل هذا المرض، مثل استخدام الكيبورد من أكثر من الممارس الصحي. من الممكن إذا لم يتم عمل نظافة اليدين بشكل صحيح من الممكن ان الكيبورد في قسم في القسم يكون هو احد اسباب انتقال المرض من شخص الى شخص او حتى في اسوأ الاحوال من مريض الى مريض اخر. تمام، في الكونتاكت بريكوشن المفروض ان نبدا في تطبيق الكونتاكت ايزوليشن بريكوشن في حال كان عندنا مريض مشتبه في حدوث او في إصابته في مرض يتم انتقاله عن طريق الروت الكونتاكت أو في احتمال أو في حال تأكيد إصابته فيها. مع وجود الكونتاكت بريكوشن يجب وضع أيضا الستاندر بريكوشن مع كل البيشنت حتى اللي هم تحت الكونتاكت بريكوشن. يتم وضع البيشنت اللي تحت الأندر كونتاكت بريكوشن هو في سنجل روم وهذا الشيء المفضل، لكن في حال عدم وجود هذه القدرة على وضعه في سنجل روم من الممكن وضع المرضى اللي في نفس المصابين في نفس المرض مثل MRSA في مكان محدد أو في غرفة تشمل أكثر من مريض مصاب في MRSA. طيب وش PPE التي يتم استخدامها للكونتاكت بريكوشن؟ هي الجاون والجلافز، لكن زي ما قلنا كل المرضى اللي نتعامل معهم هم أيضا تعامل مع زيادة على الكونتاكت بريكوشن يتم استعمال الستاندر بريكوشن في حال الحاجة لأي نوع آخر من أنواع PPE. ودائما وزي ما قلنا في الستاندر بريكوشن وهو في الهاند هيجين دائما يوز الهاند هيجين بين جلافز أو بين بيشنت. في البيشنت ترانسميشن أندر كونتاكت إيزوليشن، وهذه النقاط تنطبق على جميع وهذه النقطة تنطبق على جميع أنواع الايزوليشن بيست براكتس ايزوليشن، هي ان ليميت بيشنت ترانسميشن اوتسايد ذا روم تو ميديكال نيسيسري بيربز. هذه التوصية هي موجودة للايربون، هي موجودة للدروبلت، وايضا هي موجودة للكونتاكت بريكوشن، ان يفضل عدم انتقال المريض من غرفته الا في وقت الحاجة. طيب في حال وقت الحاجة inform the receive department of the transmission based precaution status of the patient. أنا في حال أني احتجت أني أنقل المريض مثلا إلى الإكس راي أخبر قسم الإكس راي أن في عندي مريض راح أعمل له أشعة، هذا المريض تحت الكونتاكت isolation فأخذ الإجراءات المناسبة له. طيب النقطة الثانية هي cover or contain potential infectious body fluid before transmission. نبدأ في تغطية المريض الانفكشوس أو البوتنشال انفكشوس بادي فلويد ونغطيها، ثم the transporter should discard contaminated PPE before transport and don't clean PPE to handle the patient at that destination. يتم أخذ أو لبس PPE جديدة ونظيفة لنقله إلى الجهة أو إلى القسم اللي إحنا مثلاً ذكرناه في هذا المثال إنه يكون الإكس-راي. طيب ما هي الـ environmental measure اللي أنا أعملها
مع المريض أو مع المريض تحت العزل التلامسي أو تحت contact isolation. أول شيء اللي هو clean daily with the focus on high touch area, patient bathroom and area close to the patient. Environmental surface worker should don gown and glove before room entry to clean and disinfect the patient room. وهذه أيضا أحد النقاط المهمة إن نحتاج الممارس ال environmental surface هذا worker هو لازم في كل أنواع ال best transmission based precaution إنه يلبس الدون PPE يلبسها قبل ما يدخل للمريض بغض النظر وش الأنواع مثلا اللي يلبسها سواء كانت هنا مثلا انه جاون او جلوفز بينما في الاقسام الثانيه تكون مثلا زي الكمام الجراحي او ال95. النقطه الثانيه ان نوتيفاي انفكشن كنترول ستاف ذات ذا بيشنت از بليسد ان كونتاكت ايزوليشن. وهذه احد النقاط ايضا المهمه ان نخبر قسم مكافحه العدوى ان في عندنا مريض تحت العزل التلامسي. مانجمنت اوف ذا بيشنت عندنا هذه نقطه نتمنى انها يتم الحص على عملها ان نشجع المريض على استخدام ما هو فقط البيرسونال هيجين هي ايضا عن الاستريكت هاند هيجين لان زي ما قلنا في الكونتاكت ترانسميشن بيشن هي اغلب الاحيان او في اغلب الاوقات يتم القضاء عليها عن طريق الهاند هيجين. اكسبلين ذا بيربس اوف بريكوشن to the patient and visitor in order to select their cooperation. أنا في حال شرحي لهم وعطائهم السبب في أهمية عمل الهاند هيجين بالذات راح يساعدني على تطبيق المريض لهذه الإجراءات. تمام. في أي مريض تحت الاحتياطات العزل التلامسي واللي هو contact precaution لازم عند أي مريض أو عند باب أي مريض يكون في علامة تدل على أنه تحت العزل التلامسي. وحنا في وزارة الصحة وضعنا ألوان وكود مخصص وبطاقة جاهزة توضح يجب وضعها على كل باب مريض تحت العزل التلامسي. هذه البطاقة موجود فيها وش الإجراءات التي يتم أخذها من قبل الممارس الصحي وش الإجراءات التي يتم أخذها عند الخروج من قبل خروجك من غرفة المريض. أيضا النقطة الثانية اللي هي الترانسبورتر ترانسمورتيشن كارد أيضا تجب وضعها على سواء كان المريض على الكرسي أو السرير يتم وضع علامة توضح للناس والممارسين الصحيين ان هذا المريض تحت العزل التلامسي. النوع الثاني من انواع العزل هو الدروبلت بريكوشن. الدروبلت ار جنريت فروم ذا سورس بيرسون برايمري ديورينج كافينج سنيزينج اور توكينج اند ديورينج ذا بيرفورمانس اوف سيرتن بروسيجر such as suction or bronchoscopy include such disease مثل الانفلونزا. وهذه ملاحظة لازم ينتبهون ان اغلب امراض الانفلونزا هي امراض تنتقل عن طريق الدروبلت بريكوشن، لكن في بعض الاجراءات اللي يتم اخذها من الممكن ان تحول المريض من الدروبلت بريكوشن الى الايربورن بريكوشن وهي الاجراءات الريزول جنريشن بروسيجر. طيب use the droplet precaution to reduce the risk of transmission of microorganism transmitted by large particle droplet. Transmission via large particle droplet require close contact between source and recipient person, travel only short distance usually 3 feet or less through the air. للمعلومية هي هذه النقطة اللي خلت فرقت بين ما عندنا بين الاحتياطات اللي تستخدم الدروبلت كونتاكت دروبلت بريكوشن وبين الايربون بريكوشن. ان الدروبلت بريكوشن هي الفيروس او الميكروب هو ميكروب يعتبر كبير بالتالي ما يقدر ينتقل بشكل ما ينتقل لمسافة بعيدة حددت هنا انها تقريبا 3 أقدام او اقل. هذا اللي فرق بينها وبين الايربورن. initiate and maintain droplet isolation precaution زي ما قلنا احنا يتم تطبيق اجراءات العزل الرذاذي لاي مريض هو suspected او confirmed
مباشرة في حال الاشتباه. البيشنت بليسمنت تكون في سنجل روم، أو في حال عدم التوفر تكون مع بيشنت with the same disease may share the room. البي بي اي التي يتم استخدامها هي سيرجيكال ماسك on room entry, handle item contaminated with respiratory secretion with the gloves, change PPE between patient and perform hand hygiene. The patient transporter, زي ما قلنا, limit the patient transport outside the patient on medical necessary. في حال الحاجة يتم notify the receiving department of the isolation precaution, وأيضا maintain standard precaution with all patient care equipment activity. Environmental measure, daily cleaning with the MOH approved disinfection of high touch and horizontal surface environmental. لأن إحنا قلنا إنه ممكن إنه ينتقل على مدى 3 أمتار، فبالتالي إحنا من الممكن إن نشوف the horizontal surface يتم تنظيفه. والبيرسونال أو should done environmental surface personal should done surgical mask before entry the room. كما ذكرنا في الكونتاكت ايزوليشن، هي موجود عندنا بطاقه خاصه للكونتاكت للدروبلت بريكوشن ايزوليشن، تكون موجوده على باب المريض او في حال نقله يتم استخدام ترانسبورتيشن كارد. اخر نوع من انواع الترانسميشن بيست بريكوشن هو الايربورن بريكوشن. Use the airborne precaution to prevent or reduce the transmission of microorganisms that are airborne or dust particle containing the infectious agent. These can remain suspended in the air or be dispersed widely by air current, even through a ventilation system. They can be inhaled by or dispersed on a host in the same room or farther away. زي ما كنا إنها من ممكن إنها تنتقل في الفنتيليشن، فمن ممكن إنها يتم الإصابة فيها من أماكن أخرى. Include such disease as a pulmonary tuberculosis, measles, varicella. إحنا تكلمنا زي ما قلنا إن هذه الأمراض إنها من الممكن إنها تنتقل إلى مسافات بعيدة، فعشان كده إحنا ما تم التعامل على إنها دروبلت. إحنا بدينا إن نقول إن جميع الهواء المحاط لهذا المريض هو من الممكن إنه يكون فيه هذه البارتكل اللي راح تعدينا، فحنا نبدأ نطبق عليهم إجراءات أشد من الإجراءات اللي تتم استخدامها على الدروبلت بريكوشن. نفس ما قلنا في الكونتاكت والدروبلت، إن initiate and maintain airborne isolation precaution when there is a suspected or confirmed diagnosis of infectious disease that transmission by the airborne. أيضا النقطة الثانية أن نحطها العلامة أن هذا المريض تحت airborne isolation على الباب. Placed patient in airborne infectious infection isolation room. لو لاحظتوا هنا ما في أي استثناء، يجب وضع المريض في تحت اللي مصاب في airborne disease إنه يتم وضعه في غرفة سالبة الضغط. زي ليه نحطه في غرفة سالبة الضغط؟ لأننا نبغى ما هو فقط المريض يكون موجود، إحنا نحتاج حتى الهواء يكون موجود، فبالتالي نحتاج يكون ضغط سلبي، حيث إذا فتحنا الباب الهواء ما يطلع بل يجذب الهواء الخارجي ويضيف عليهم الهواء. قلنا أيضا إنه ينتقل عن طريق الفنتيليشن من الممكن، فبالتالي في الإيربون أو في الإيزوليشن روم اللي هي نيجاتيف إير بريشر هي في الحقيقة أنها تكون معزولة عن الفنتيليشن حق المستشفى، فبالتالي يخرج هذا الهواء خارج المستشفى بشكل مباشر بعد مروره على الهيبا فلتر اللي موجود في الفنتيليشن حق هذه الغرفة. طيب احنا قلنا انها غرفة عزل سالبة الضغط، فبالتالي نحتاج اننا بالذات اذا كان فيها مريض انه يتم مونيتور ذا اير بريشر ديلي. ايضا يجب ونحرص على ان نخبر قسم مكافحة العدوى ان عندنا مريض تحت العزل الهوائي، ومينتين ستاندرد بريكوشن وذ اول بيشنت كير اكتيفيتي. زيادة على الايربورن بريكوشن نحتاج ونتأكد ونلزم على استخدام الستاندرد بريكوشن ونحرص على تطبيقها في حال الحاجة لها.
نوع البي بي اي التي يستخدمها الممارس الصحي للتعامل مع مريض تحت العزل الهوائي هو استخدام البيت تيستد N95 او هاير ليفل. كوننا تكلمنا على N95 او هاير ليفل معناها انها لازم يكون فيت تيستد، لازم يكون نفس النوع اللي هو يستخدمه يكون متواجد. في حال انه ما هو متواجد هذا النوع يجب استخدام شيء اسمه الببر، او انه غير مطابق على ان هذه الانواع المتوفره يتم استخدام الببر. لازم نحرص من جميع الممارسين الصحيين اللي يدخلون على هذا المريض انهم يلبسون الريسبيراتور N95 او ليفل اعلى. النقطة الثانية اللي هي environmental measure. أنا عندي هذا المريض زي ما قلت لكم هو highly infectious، فروتين كلينيك أو high touch surface لازم أنها تكون هي بشكل عام standard بالنسبة له. Environmental surface personnel should أيضا wear N95، فبالتالي environmental surface personnel هو يحتاج أنه يكون fit tested N95. والhang airborne isolation signing زي ما قلنا خارج غرفة المريض وعلى الباب. After the patient has left the examination room or the patient room, the room should remain unoccupied for enough time to allow for the complete air exchange to occur. زي ما قلنا احنا في غرفة العزل هذه نحتاج انه بعد ما يطلع المريض او في غرفة الاكسيمينيشن روم نحتاج ان نتركها فترة على ما يتجدد الهواء اللي موجود في هذه الغرفة ونبدأ في عمل الـ او نقدر ندخل المريض الثاني بعد ما نعمل شيء اسمه التيرمينال كليننج. ليميت ترانسبورت اوف ذا بيشنت تو اسينشال ان ميديكال بيربز اف نيسيسري بليس سيرجيكال ماس اون ذا بيشنت اند انستراكت هيم تو اوبزرف ريسبيراتوري هايجين اند كاف اتيكيت. وهنا نحتاج ايضا ونحرص ان نتعامل او نحاول باقصى قدر ممكن ان ما ننقل المريض تحت العزل التنفسي إلى أي قسم آخر إلا في حالة الضرورة. وزي ما قلنا في حالة الضرورة نبدأ نخبر القسم اللي إحنا راح نجيه ونلزم المريض ونحاول في جعل المريض يلبس الماسك. في حال عدم لبس الماسك أو في حال كانت عنده مشاكل صحية تمنع عنه لبس الماسك يكون الممارس الصحي اللي ينقل هذا المريض يلبس الـ N95. يرمز للعزل الهوائي باللون الأزرق ويجب وضعها على جميع أو يجب وضعها على غرفة المريض، وفي حال نقله يتم وضع الترانسبورتيشن كارد على السرير أو على العربة التي تنقل فيها المريض. هنا وصلنا إلى نهاية المحاضرة، أشكر لكم حسن استماعكم، يعطيكم العافية واعذرونا على القصور.